السلام عليكم. اليوم بدنا نحكي قصة عن التسامح والمسامحة. هذه القصة يعني أثرت فيه بشكل شخصي وطريقة كبيرة، لأنه قبل هذه القصة عمري ما سألت حالي سؤال إنه شو هو الحد اللي أنا ممكن أسامح فيه، أو لوين ممكن أوصل أنا في مسامحتي للناس. في ناس بيسامح في المصاري، بيسامح مبلغ صغير، ولكن لما يصير الأشياء أكثر جدية بتلاقيه وقف عن المسامحة أو اختفى هذا المفهوم. هذه القصة خلتني أرجع أعيد عياراتي وأرجع أنظمها. وسؤالي هون قبل ما تسمع هذه القصة، أنت شو كنت الحد اللي حاطه لمسامحتك للناس؟ القصة بتبلش من واحد من الشيوخ المعروفين يعني في وقتنا الحالي اللي بيعمل دروس ومحاضرات في المسجد. هذا الشيخ في يوم من الأيام صلى الصبح ونام. بعد ما نام أجا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وحكى له روح على جارك زياد اللي هو أبو طارق وبلغوا مني إنه هو رفيقي في الجنة. وبعد يعني صحى الشيخ من المنام وسرعة راح على دار هذا اللي هو أبو طارق وطلب طبل على الباب. ردت أم طارق حكى لها وين أبو طارق، حكت له هي موجود تفضل. سأله قال له أنت شو عملت في حياتك لا يجين الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني في المنام ويحكي لي أنه أنت رفيقه في الجنة؟ حكى له ولا إشي، يعني صدقا ما عملت ولا إشي في حياتي مميز. فالشيخ حمل حاله وروح، وهو في باله سؤال واحد إنه ليش الرسول يجيك أنت في المنام وأنا الشيخ اللي بعطي دروس للناس، وأنا يعني شو هالموقف اللي أنت عملته اللي الرسول أجاك إلك مش إلي أنا. فصارت القصة، نام بعد يوم يومين رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وأجاب في المنام بنفس الصورة وبنفس الهيئة وبنفس الطلب، بلغ جارك أبو طارق إنه هو رفيقي في الجنة. هون صاحبنا والشيخ صحي من النوم وبسرعة راح على بيت أبو طارق وحكى له والله ما أنا طالع من البيت قبل ما أعرف شو القصة، لأنه يعني مش منطق إنه مرتين، مش صدفة هذه. ففعلا أبو طارق حكى له إذا مصر تعرف بدي توعدني وعد إنك ما تحكي هذه القصة إلا لأموت أنا على الأقل. والطلب الثاني إنه تعال نطلع برا البيت لأنه هذه القصة بتنحكاش في البيت. شو هي القصة؟ القصة باختصار حكى له أنا كنت شاب صغير يعني فنيت عمري وأنا أشتغل وفي الآخر مشان أحوش هذا البيت اللي أنت شايفه سعره المهر، وتزوجت البنت اللي أنا كنت أحبها، وبعد 5 أشهر زوجتي ولدت. طبعا شو معناها بعد 5 أشهر زوجتي ولدت؟ معناها هذا مش ابني. وأنا وقتها انصدمت، وزوجتي عرفت إن أنا عرفت، فهي كانت طول الليل خايفة يعني أنا شو ممكن أسوي فيها، ممكن أقتلها ممكن أذبحها، وما حكيت معها ولا كلمة. ظليت طول هذيك الليلة ما نمت. لما أذن الصبح حملت حالي دخلت عليها على الغرفة أخذت الولد وطلعت فيه على المسجد، وهناك حطيت الولد على باب المسجد ودخلت أصلي. صليت الصبح حملت حالي وطلعت، فإذا بالناس متجمهرين حوالين الولد الصغير، ويعني الله أكبر ولد صغير وشو ذنبه هذا نحط هيك، والناس ويوم القيامة وقربت الساعة. فحكيت لهم شو في حكوا في ولد صغير موجود هون، ويعني وأحد تركه وشكله وهيه قاعد لحاله. فأنا حكيت خلص يا جماعة الخير هذا الولد عندي أنا بدي ربيه، وحملت الولد ورحت فيه على البيت. دخلت على المرأة وحكيت لها أستحلفك بالله ما تجيبي لي سيرة لا شو صار ولا بدي أسألك أنا شو صار، وإذا عمري سألتك ما تجاوبيني، وهذا الولد ما حدا بيعرف غير أنه هو ابني. والشيخ حكى له طيب وشو صار؟ قال له ولا إشي خلص، والولد ظل موجود عندي. قال له أنه ولد؟ حكى له طارق. حكى له طارق هو ابنك؟ حكى له. قال له يعني والمرأة مين هي؟ قال له أم طارق. قال له لليوم بعد 25 سنة لليوم هم متزوجين وما رجع فتحها بالموضوع. والشيخ حكى هذه القصة لأنه أبو طارق كان توفى وصلى عليه الجنازة، وحكى للناس هذه القصة عن واحد، طبعا مش هو عن أبو طارق، ولكن حكى لهم إنها قصة صارت مع واحد، والناس وقتها عرفت قديش إنه في ناس فعلا حدها في المسامحة وفي التسامح كثير كبير. إذا صار وعجبتك هذه القصة ياريت تحكي لنا أنت شو حدك كان في التسامح، ولأي حد أنت ممكن توصل في هذا الموضوع. ويعطيكم ألف عافية، وياريت تكتبونا في الكومنتات يعني تعليقاتك تليق بكم وبثقافتكم وبرمضان اللي يجمعنا. رمضان كريم.